في أخبار التكنولوجيا لليوم، فأول خبر بيحكي عن تعرض منصة تيك توك للعديد من الشكاوي من مجموعات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي اليوم، لأنه تنتهك قوانين حماية الأطفال من الإعلانات المخفية والمحتوى غير اللائق. شروط الخدمة غامضة وغير واضحة، بتفضل المنصة على حساب مستخدميها، وشروط حقوق النشر الخاصة بها غير عادلة، لأنها بتمنح المنصة حقاً غير قابل للإلغاء لاستخدام وتوزيع وإعادة إنتاج مقاطع الفيديو اللي بينشرها المستخدمون دون مقابل. وضحت المجموعة أنه يمكن للمستخدمين شراء العملات لاستخدامها في الهدايا الافتراضية لمشاهير تيك توك الذين يحبون أدائهم، لكن فيها شروط غير عادلة وممارسات مضللة. وقالت مجموعة المستهلكين الأوروبية أنه تيك توك فشلت في حماية الأطفال والمراهقين من الإعلانات المخفية والمحتوى الضار عبر منصتها، وتيك توك ردت بدورها أنها طورت ملخص داخل التطبيق لسياسة الخصوصية الخاص فيها لتسهل فهم المراهقين لموقفها بشأن الخصوصية. وضحت شركة فيسبوك أنها بتختبر أدوات لمساعدة الشبكة الاجتماعية على مكافحة استغلال الأطفال ومنع الأشخاص من مشاركة المحتوى اللي بيستغلهم. تتمثل إحدى الأدوات في رسالة منبثقة تخطط عرضها لفيسبوك لعرضها عبر تطبيقاتها بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون مصطلحات البحث المرتبطة باستكشاف الأطفال. بتوضح الرسالة بالتفصيل عواقب عرض هذا المحتوى، وبتوفر معلومات حول كيفية الحصول على المساعدة من المنظمات المعنية. تتضمن التنبيه تحذيراً بأن المحتوى ينتهك قواعد فيسبوك، إلى جانب التداعيات القانونية لمشاركة هذه المواد. وحدثت فيسبوك سياساتها بشأن سلامة الأطفال، بحيث يجري حذف الحساب والصفحات والمجموعات وحسابات إنستغرام المخصصة لمشاركة صور بريئة للأطفال مع تسميات توضيحية أو تعليقات تحتوي على إشارات غير لائقة بشأن الأطفال، والنص المصاحب ممكن يساعد فيسبوك بشكل أفضل في تحديد إذا كان هذا المحتوى جنسي على الأطفال ويجب إزالة الحساب أو الصفحة أو المجموعة. قال علماء أنه كوكب الأرض عم بيعيش أهدأ فتراته من سنوات طويلة في سنة 2020 وبداية 2021 بسبب جائحة كورونا اللي قللت من النشاط البشري. رصدت مجموعة دولية من علماء الزلازل من 33 دولة انخفاض بيوصل ل 50% لما يسمى بالضوضاء الناتجة عن سفر البشر وضجيج المصانع بعد بدء عمليات الإغلاق في دول العالم. وجد الفريق اللي ضم خبراء من هيئة رصد الزلازل السويسرية انخفاض لمستويات الضوضاء في 185 من أصل 268 محطة رصد زلزالية في مختلف أرجاء العالم، وانخفضت الضوضاء المحيطة بالمدن بنسبة بتوصل ل 50% في بعض المحطات خلال أسابيع الإغلاق الأكثر صرامة، وهذا الإشي اللي شهد تقليل خدمات الحافلات والقطارات فضلاً عن توقف حركة الطيران وإغلاق المصانع. هذا الإشي خلى الأرض أكثر هدوءاً من فترة عيد الميلاد، وهي عادة أهدأ فترة في العام. وقال عالم الزلازل جون كلينتون، كانت أسابيع الإغلاق أهدأ فترة سجلناها. أعلنت روسيا أنها اكتشفت دواء بيمنع موت الخلايا العصبية عند الإصابة بمرض الزهايمر. بتشير نتائج التجارب والاختبارات اللي أجراها علماء المعهد على الفئران المخبرية، واستخدام الدواء بيساعد بتقليل أعراض فقدان الذاكرة الناتجة عن الإصابة بمرض الزهايمر. ووفقاً للإحصائيات الرسمية بيعاني أكثر من 50 مليون شخص في العالم من مرض الزهايمر. بما أنه أسباب خرف الشيخوخة عديدة، لذلك لا يوجد دواء موحد بفيد بعلاج هذا المرض. سبب هذا المرض هو لويحات سامة للخلايا العصبية، وقد تمكن علماء معهد الخلايا في بيترسبرغ من تحديد آلية تكوين هاي اللويحات واختاروا الدواء اللي بيمنع ظهورها. اختبر الباحثون هذا الدواء على البروتينات والخلايا والحيوانات وعلى عينات السائل الدماغي الشوكي، وبعد انتهاء المدة المقررة للعلاج احتفظت الفئران المخبرية بنسبة جيدة من الذاكرة.